السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، متابعي قناة بغي الطاري، جبت لكم واحد الشقة رفيعة المستوى، رفيعة المستوى. أبارتمون بمساحة 162، مساحة 162، يعني فعلا متراج كبير. ثلاثة ديال الغرف، مطبخ، شنو نقدروا نقولوا على هذا المطبخ؟ هذا كبير، راه شي حاجه اكثر من كبير، يعني مطبخ ضخم. المهم مطبخ كبير، فيها ثلاثه ديال الغرف، فيها هذا المطبخ الشاسع، زعما جميع العبارات تقدر تقولها. الواجهه ديال هاد هي هاد العماره اصلا هي ار بلس 3، فيها ثلاثة السكنات، يعني ثلاثة من هاد البارطمانات اللي كنصور دابا. الواجهة مشمشة، الواجهة عندها الشميشة نهار كامل، وفيها جوج ديال الحمامات، يعني غرفة بالحمام وحمام رئيسي. فيها الصالون تبارك الله غاية في الروعة، لاحظتوا المساحة ديال الصالة، يعني لي بياس لي في هاد، حيت مي كاين الميتراج تبارك الله لي بياس كلهم خرجوا كبار، يعني صالون شي حاجة زوينة بزاف وكبيرة. والله فينيسيو دايزو الكلام، هذه راها موجوده مسجله محفظه ومتوفره بثلاثه ديال الطوابق، كاينه في التروازيام ايطاج وكاينه في الدوزيام ايطاج وكاينه في البرومي ايطاج. بالنسبه للثمن 86 مليون. كما قلت لكم فيها جوج ديال الحمامات، هذا حمام رئيسي وكاين حمام ثانوي اللي جا وسط الغرفة. كيف قلت لكم عدد الغرف ثلاثة. بالنسبة للموقع، الناس اللي كتسول على الموقع ديالها، الموقع جات في أليونس، مدينة القنيطرة، قرب المرافق، قرب المرافق اللي غيدارو في أليونس. ملي تنقول المرافق يعني كاينة محكمة ومحافظة، هادو مرافق ديال الدولة، راه قربو إن شاء الله دابا تبدا فيهم الأشغال. ملي تنقولو ملي كنذكرو هاد المرافق هادو، بمعنى أن هاد التجزئة عندها واحد أهمية كبيرة في مدينة القنيطرة. هاد التجزئة اللي لقات واحد النجاح باهر منقطع النظر، نظرا للفينيسيو العالي اللي قدموه المقاولين، وهذه بشهادة بزاف ديال الناس اللي جاو سكنوا، هما عبروا على هاد الشهادة وعبروا على الحب ديالهم لهاد التجزئة اللي كتمتاز، بزاف النواحي، ترونكيل ما فيهاش مشاكل، يعني فيها عائلات، عائلات في المستوى، يعني كتجذب ليها واحد الفئه اللي نقيين بزاف، ناس نقيين صراحه بزاف. واش ماشي تنقولوا انا اللي بغى يجي يتاكد يتاكد بنفسه، يجي يسول الناس اللي ساكنين هنايا والنوعيه ديال الناس اللي ساكنين هنا. والإشارة الأخيرة بأن هذا الفيديو اللي درت هو في الطابق الأول، يعني هذا